دكتور زينب صوب الأسود موجود معنا عبر ويبكس مباشرة من أمريكا لتحدثنا عن تعدد المهام، وهل هالشي صحي؟ وهل أنا سؤالي أول شيء، هل المرأة هي بس المتعددة المهام ولا بتقدر على هالموضوع؟ بونجور دكتور صوب. بونجور كاتيا. اليوم يعني نحن موضوع المالتي تاسكينج دايما بنقول انه المرأة هي شاطرة كتير بانها تكون عم تعمل كتير اشياء بنفس الوقت وقدرة تركز عليهم كلهم وهي اشطر من الرجل، هل هالمقولة صحيحة؟ للأسف لا. للأسف هو بينزت عليها اكثر اشياء انها تعملها، ومع العمر يعني مع الايام، لانه اذا بتطلعي من ايام زمان المراه كانت تهتم بالاولاد وتهتم بالبيت وتهتم بالاشياء الثانيه بالعائله، وبعدها لهلا وحتى خارج البيت بالزراعه وبالكل يعني المتطلبات وبدأ اداء التفاصيل. زبطت عليها هالمهام هيدي كلها لصارت فرضيه معينه انه هي بتقدر تعمل هذا الشيء. بقى هلا الدراسات يلي مش هلا بس انه من 20 سنه لهلا عم يطلعوا اكثر واكثر على عقل المراه كيف بيشتغل، وبين هذا الموضوع انه هي منا متعدده المهام اكثر من الرجل، هي مثل الرجل بذات الوقت بس بينزت عليها اكثر مهام، لانه في العقل بيشتغل بطريقه لا بتصور مع الوقت كمان الرجل استفاد من هالمقوله من هالفكره لحتى يقول انا ما بعرف انت بتعرفي اكثر. انا ما بقدر انت بتقدري اكثر، طبعا حسب ما مصلحته بتقضي. ايه صح، انت بتقدري اكثر، انت انتوا النسوان عندكم هالقدره اكثر منها، بقى انت اهتمي انت اهتمي انت اهتمي. بقى بهالطريقه هيدي صار الموضوع شائع اكثر عند الرجال من عند النساء. اصلا في صار نوع من مش المسخره بس انه بيضحكوا على بعضهم بهذا الموضوع. يعني طبعا بس نبقى على هون على هالموضوع اللي خلص وصلنا ل الأبحاث الجديدة وصلنا حقنا فيها. تعدد المهام للإنسان بالأصل هل هو أمر مقبول؟ هل هو أمر صحي؟ هل بيقدر الإنسان يعمل مهام متعددة بنفس اللحظة ويقدر يكون عم ينجح فيها كلها؟ الجواب هو لعدة أقسام. أول شيء نحن عقلنا ما تبعنا ما بيتحمل أنك تعملي تاسكس كذا وحدة بذات الوقت، بدك توقفي شغلة ترجع تنتقلي على شغلة تانية. يعني رح أعطي example، إذا واحد قاعد على عم بيبعت إيميل وبذات الوقت عم بيكتب رابور، بذات الوقت عم بحكي على التليفون، أول شيء الإنتاجية تبعه رح تخف تقريبا 40%. تاني شيء عم بيأثر سلبيا كثير على الدماغ، وهلا بحكي شوي اكثر عن قد ايه بصير في مشاكل نفسيه عقليه، يعني المنتل هيلث تبعنا بتتأثر وبتتعب وممكن تؤدي ل بيرن اوت. بقى التاسكس يلي الانسان بيقدر يعملها هي شغله ورا الثانيه شغله ورا الثانيه، بصير بينقل وحده للثانيه وحده للثانيه من وحده للثانيه، وبس هو بفكر حاله انه هو عم بيلحق على كل شيء بذات الوقت، بس وفات هو مش هذا الشيء المضبوط. وفات يلي عم بيصير هو انه عم يعمل شغله ورا الثانيه، مفكر حاله انه مسيطر بس عم يرهق الدماغ، يعني حط ضغط كثير كبير. هلا كمان عندي شغله انه مثل ما قلت الصحة النفسية تبع الإنسان بتتدهور من وراء هذا الموضوع. ممكن يصير في memory loss، بيخسر من الذاكرة تبعه كثير، بصير في عنده توتر اجتماعي، ممكن يصير عنده عدم تركيز. أكيد بس عم نحكي عن سنين معينة أنت عم تعملي هذا الموضوع. والأسوأ بينت الدراسات، أسوأ شيء هو يلي إذا المراهق
ببلش يعمل هذا الموضوع على عمر صغير، وهلأ ما أكثرهم من المراهقين يلي هيك بعيشوا حياتهم. هلا ما ننسى انه يعني باطار حياتنا عامه وخاصه باطار العمل مجبورين كانه نعمل عده مهام بنفس الوقت، يعني بين حياتنا الاجتماعيه يلي بتكمل خلال دوام العمل وبين حياتنا العمليه اللي بتكمل كمان خلال حياتنا الاجتماعيه، نحن بنعمل كثير اشياء بنفس الوقت، اذا العقل مش انه بيتمرن على هالشيء وبيصير اشطر مثل ما عم بتقولي، لكن بيتعب. العقل بيتعب، ونحن اكثر عم نركز اذا عم تعملي كذا شغله بذات الوقت، يعني تسمعي موسيقى، تحكي تليفون، تحضري تلفزيون، بتكوني عم تشتغلي ب مثل ما قلت ايميل رابور، مش الاشياء يلي بتعمليها انت اوتوماتيك، يعني فيك تكوني عم تحضري تي في وعم تطوي غسيل، ما في مشكله. يعني لانه هون في العامل البيهيفير اللي هي بنسميها اوتوماتيك بيهيفير، ما في مشكله فيها. بس المشكله بالاشياء يلي بدك تحطي مجهود فيها كلها ما فيك تعمليها بذات الوقت، ونحن بنعملها بذات الوقت، وهذا بصير في ياثرنا كثير على ارهاق كثير كبير. وعم اقول لك انه اكثر شيء يلي عم نلاقيه مشكل كثير كبير هو بالمراهق. هلا المراه اكيد عندها تعب كثير كبير بهذا الموضوع، بس المشاكل عم بتبلش هلا، صارت على عمر اصغر اكيد من العشرين سنه لهلا. اليوم مطلوب من المراهق هالشيء اوقات، يعني خاصة إذا عم نحكي عن حتى سنين الدراسة يلي مطلوب منه كثير أشياء بنفس الوقت، غير اللي هو الأشياء اللي هو كمان ملبك حاله فيها بنفس الوقت. هلا صح، بس في طرق عملية بتقدر تساعدي الشخص إن كان المراهق ولا الراشد إنه يشتغل عليها، يعني بدك تعودي إنه يعمل شغلة ورا التاني، لأنه الإنتاجية تبعك أصلاً بيّنت كتير دراسات إنه إذا بتعمليهم بذات الوقت أو إذا بتعمليهم وحدة ورا التاني الإنتاجية تبعك رح تخف 40%، يعني تقريباً النص. إذا ما عم تعطي كل تاسك شغلة يلي لازم تعمليه بقى أكيد أفضل، وأكيد بيطلع العمل أحسن وبتخفف الضرر على الدماغ. إذا المطلوب إذا بدنا نكون سريعين بشغلنا أو نقدر نعمل كتير أشياء بهالنهار بهال 12 ساعة يلي عنا إياه هون، إنه نكون منظمين مش إنه نكون عم نعمل كل شيء بنفس الوقت. نكون منظمين أول شيء، نحط أولويات لإلنا وما نزيدها على حالنا، وأهم شيء إنه ما نكون عم نعمل بذات الوقت كذا شغلة. يعني في كثير ناس مثلا هن وسايقين ممكن عم يحكوا على التليفون، ممكن عم بيعملوا كذا شغله. هلا هون بنحكي كمان كثير عن عافيتنا، لانه الدماغ بده يروق، ونحن اذا عم نعطيه كل الوقت ستيمولس بكل الاوقات من النهار، فاذا ساعتنا فتنا بمشاكل ثانيه، وهذا اللي عم بيصير، يعني الدماغ ابدا تبعنا ما عم بيروق ونحن بحاجة إنه نروقه. المرأة عندها عربة أكثر من غيرها إنه يصير عندها انهيار، لأنه عم تحمل مهام كمان أكثر، يعني عدا إنه عندها تعدد المهام بذات التكة بذات التايم ليمت عم تعمل كذا شغلة، بقى هذا الشيء عم بحطها بمحلات إنه يصير عندها إرهاق، إرهاق جسدي، إرهاق نفسي، إرهاق عقلي، وإرهاق اجتماعي، يعني بتصل لمحل ما بقى بدها تعمل شيء. بس يعني النساء اوقات بتحسيهم بيتمتعوا بهالشيء، يعني هيك بيعبوا نهارهم، هيك بيعبوا وقتهم وكأنهم مرتاحين مع هالموضوع، بس الحقيقه لا. النساء بفكروا انه هن مرتاحين مع الموضوع، بس يلي بتضل تعمل هالاشياء بتعدد رح تلاقي انه بعد فتره بدها رياحه. هلا اذا عم تقدر تاخذ الرياحه تبعها لنقول كل اسبوع، ما ببين عوارض جسديه او نفسيه عليها،
بس إذا بضل في متواصل هذا متواصل. الموضوع ببلش تبين العوارض تبع الإنسان، خاصة على المرأة، وبتبلش بالعوارض أبصر. الصحية النفسية، يعني مشاكل معدة، مشاكل مصران، أوجاع رأس، ميجران، توتر زايد على طول. وبصير إنه واحد بيقول إنه هو بس لأنه تعبان شوي أو متضايق شوي، بس أوفات هي المالتي تاسكينج بنفسها على وقت طويل ممكن تؤدي لهذا الموضوع. بقى من إنهم أكيد فيهم يعملوا كثير أشياء، ونحن كنا يعني أنا من أول الناس اللي كنت أفتخر إنه بقدر أعمل مالتي تاسكينج كثير، وبنبسط بهذا الموضوع، عندي فخر فيه، بس بتبيني انه بصير عندي ارهاق بعدين، واكيد بدنا نتبع دراسات هلا. بس بلشي تركزي على شغله بتبلش تبين الانتاجيه تبعك قديش كمان هي قديش اكتر. اكبر، ايه بكثير بقى، انت بتروقي كمان كشخص. فاذا في حال نحن مضطرين على انه نعمل مهام عديده بنفس الوقت، او حابين نعمل مهام عديده بنفس الوقت، كمان ننظم اوقات الراحه يلي عنا اياها، يلي نهارات يلي ما فيها تفكير باي شيء، او النهارات يلي بتكون بطيئه. التنظيم كثير مهم، او اخذ الفاكيشنز يعني كثير مهم. هلا هو كمان في نقاط معينه لما نعمل المالتي تاسكينج، يعني غير انك تنظمي نهاري ويكون عندك اولويات، تعايري لكل تاسك 20 دقيقه اذا بدك تعمليها حسب ايه بدها. هلا نحن عم نقول انه بس على القليله 20 دقيقه، وتنقلي على شغله ثانيه، يعني تكوني بحاله ما نسميها مايندفولنس، تكوني بحاله بالشغله نفسها، ما عم تعملي شيء ثاني. هي اول نقطه. ثاني شيء، دائما نشيل النوتيفيكيشنز عن التليفون. بينت الدراسات انه كل نوتيفيكيشن بتطلع على التليفون وانت بتسمعيها وبترن، بتقلل من الخلايا اللي بتتواصل عنها بالدماغ لتقدر تساعدك لتعملي تطوير لنفسك. بقى يعني بتدمرهم، يعني كل مره بيصير فيها ستيمولس او هاي نوتيفيكيشن انت عم تتدمري بخلايا الدماغ تبعك. بقى تسكر النوتيفيكيشنز تبعنا لما يضل التليفون كل الوقت يعملنا ستيمولس او شو ما كان، يعني الايميل، التليفون، الاشياء الثانيه. واهم شيء نلاقي وقت كل يوم يكون عندنا وقت شوي للتامل. هلا اذا حياتنا سريعه ونحن مضطرين نكون بمحل سريع، على القليل ناخذ مره بالاسبوع نهار كامل ما نعمل شيء ابدا، يعني ما نعمل ولا نوع شغل، حتى شغل البيت. نعم. احكينا يعني عن فاكيشن وفرصة يعني ناخدها في أوقات، يعني تنظيم الفاكيشن، تنظيم الفرصة بيكون كمان مهام عديدة عم نعملها بنفس الوقت، كأنه مصير الإنسان معود أنه هو دايما مستعجل ودايما بده يعمل كتير إشياء حتى إذا كان عم بفرس يعني. ايه، وهيدا هلا اذا بتلاحظي انه ثلاث ارباع المواضيع اللي بنحكي فيها نحن كمدربين هي التواصل، التركيز، الاشياء اللي لها علاقه بالتوتر، بالديبرشن، بكل شيء، كيف واحد بيقدر يسيطر على الامور حواليه، وهيدي كلها بتجي من قد ايه انت فيكي تعملي كنترول على حالك باول شيء بتعدد المهام، لانه راسك ما عم بيوقف، ما عم بيوقف، ما عم بيوقف كل الوقت. بقى الانسان بحاجه انه يمسك حاله ويوقف شوي، لانه اذا ما قدر عمل هذا الموضوع صحيا، برجع بكرر، صحيا رح يصير في مشكل كتير كبير ما ببين دغري، ببين بعد سنين. وبليز لازم يصير في انتباه كتير كبير على المراهقين. بس بدي نوه على دراسه وحده حكيت كاتيا عن يلي بيشتغلوا بالسوشيال ميديا،
يلي بينتقلوا من بلاتفورم لبلاتفورم، يعني من انستا لفيسبوك لتويتر لهيدا، هن الوحيدين يلي بينوا انه اذا بيعملوا مالتي تاسكينج بهيدا الاطار بس عندهم قدره انه يكون عندهم الانتاجيه اعلى من غيرهم. بهيدا الاطار بس، بس اذا بتنقليهم بتحطيهم بغير محلات بصير في عندهم اكشلي فشل كثير اكبر من الناس اللي ما بتعمل مالتي تاسكينج. يعني عم نحكي تعدد مهام بس باطار يعني تقريبا واحد باطار محدد يعني. يعني هو التكنولوجيا، يعني انت اذا عندك القدره انه تعملي هال المالتي تاسكينج بقلب السوشيال ميديا كل شيء له علاقه فيها، بس اذا شلناكي وحطيناكي بمحل ثاني هيدي اذا بدك الكواليتي المهاره راح مش تصير منا ظاهره، بتصير اقل بكثير من العالم المتوسطين يعني بيعملوا مالتي تاسكينج، يعني كثير بتخف. وهون بصير في طرح للسؤال هو قد ايه في ضرر فاذا من استعمال هال وسائل السوشيال ميديا كل الوقت. بقى كمان يعني بتخف الافشنسي تبع الانسان كليا على شخص اصلا ما بيعمل مالتي تاسكينج، مبين انه بيقدر يعمل عمليات احسن من الافراد يلي بتعمل. في ناس عندهم القدره انه يعملوا مهام، يعني في ناس متفوقين عن غيرهم عندهم القدره يعملوا عده مهام بنفس الوقت وينجحوا فيها كلها. في ناس منظمين اكثر، نرجع مش عندهم هي قدره ديسيبلين، قدره تنظيم، قدره عاده، مش تعدد مهام. هي مش يعني اذا بتعرفي تنظمي عليك بتنجي اكثر، بس مش بذات الوقت. اهم شيء نعرف انه مش بذات الوقت، ودائما دائما دائما بدنا نلحق يلي هو الويل اوف لايف تبعنا، انه نحن علينا نقدر نوزع حالنا على كذا محل بالحياه، ما نركز على محل واحد. حكيتي عن المراهقين بالنهايه، حكيتي عن المراهقين، وين ببين انه هالمراهق بلش يتعب؟ باول شغله ببين باخلاقه، يعني بصير في عنده غضب، بصير في عنده نوع من اكتئاب، بصير في عنده نوع من التوتر القوي والانزواء، والتركيز بخف تقريبا 50% بدراسته، يعني بتبلش تلاقي انه علاماته عم تنزل كثير. وهيدا الشيء كمان بيأثر عليه صحيا. في ناس بتقول انه وفي دراسات بتقول انه ممكن يأثر على النمو تبعه الفيزيكال يعني، وفي دراسات بتقول غير هيدا الشيء. بس اكثر شيء هو التركيز وصحته النفسيه كثير بيتاثر فيه. دكتور زينب صوب الاسود، شكرا لك وللمعلومات. قبل ما نشوفك قريبا باستوديو كمان، وقفي هلا ومنرجع نتابع لايف.